اهلا بكم في النشرة السادسة مساء قناة النادي الاهلي. والى العناوين: مجلس ادارة الاهلي يستكمل اجتماعه غدا. الاهلي يؤجل الاعلان عن الثلاثي الجديد في القائمة الافريقية. ونجيب جاهز لمواجهة سموحة وسعد وفتحي يرهبان. يعقد مجلس إدارة نادي الأهلي برئاسة المهندس محمود طاهر اجتماعه في الخامسة مساء غدا الاثنين، وذلك استكمالا لجلسته الممتدة من يوم الاثنين الماضي. ومن المقرر أن يناقش المجلس العديد من الأمور المهمة والتي على رأسها إجراءات انعقاد الجمعية العمومية الخاصة للتصويت على اللائحة الخاصة بالنادي. كما يناقش المجلس بعض الأمور الخاصة بملف النشاط الرياضي بالإضافة إلى ملف الإنشاءات في مقري الجزيرة ومدينة ناصر وفرع الشيخ زايد. قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالأهلي بقيادة حسام البدري تأجيل الإعلان عن أسماء الثلاثي والمنضمين لقائمة الفريق الأفريقي حتى يوم 11 أغسطس الجاي. وأوضح البدري أنه مستقر على أسماء الثلاثي والذي سيدعم بهم القائمة الأفريقية، ولكن تم تأجيل قيدهم أو الإعلان عنهم لحين غلق باب القيد حسب الموعد الجديد والذي حدده الكاف للأهلي. وأشار البدري إلى أن التأجيل جاء لاستغلال كل الفرص المتاحة أمام الأهلي تحسبا لأي متغيرات أو إصابات تطرأ على العناصر الموجودة. أكد حسام البدري المدير الفني للنادي الأهلي على أهمية لقاء الأهلي وسموحة في نصف نهائي كأس مصر. وأوضح البدري أن الجميع يعلم جيدا مدى أهمية تلك المباراة، خصوصا أنها تفصل الأهلي عن الوصول للمباراة النهائية، مؤكدا على جاهزية كل عناصر الفريق لمواجهة خصم قوي يعد من أفضل المنافسين في الدوري. غاب أحمد فتحي بهير أيمن الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي عن التدريبات الجماعية للفريق على مدار 48 ساعة الماضية بإذن من الجهاز الفني للفريق. وقال سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي إن غياب فتحي جاء بعد الموافقة على طلبه بالحصول على راحة سلبية لمدة 48 ساعة لأسباب خاصة. وتأكد غياب اللاعب عن مباراة سموحة في نصف نهائي كأس مصر والمقرر لها الأربعاء المقبل. يغيب سعد الدين سمير مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي عن مباراة الفريق أمام سموحة والمقرر لها الأربعاء المقبل في نصف نهائي كأس مصر بسبب الإصابة. وأوضح سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلي أن اللاعب يواصل تنفيذ البرنامج التأهيلي بسبب معاناته من شد في العضلة الأمامية. وأضاف عبد الحفيظ أن محمد نجيب
سيلحق بمباراة سموحة موضحا أنه قام بتنفيذ برنامج تأهيلي مكثف في الأيام الماضية للتخلص من إجهاد العضلة الخلفية. يواصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته مساء اليوم استعدادا لمواجهة سموحة في الدور نصف النهائي لبطولة كأس مصر والمقرر لها الأربعاء المقبل. ويدرس الجهاز الفني الدخول في معسكر مبكر بمدينة الإسكندرية أي قبل هذه المواجهة ب 48 ساعة من أجل إيجاد أكبر قدر من التركيز من أجل تحقيق الفوز والصعود للمباراة النهائية. للمزيد من التفاصيل ينضم الينا الان عبر الهاتف الزميل امير هشام مراسل قناه النادي الاهلي. امير اهلا بيك. اهلا بيك يا فيروز واهلا بكل مشاهدي قناه الاهلي بكل مكان. امير هل في اي جديد بخصوص التدريبات اللي جاريه حاليا؟ خليني اقول لك يا فيروز ان لحد دلوقتي التمرين ما ابتداش، التمرين من المقرر ان هو يبتدي بالضبط تمام الساعه 6:30 مساء يعني حوالي بعد ثلث ساعه من دلوقتي بالتحديد. اكيد هيكون مران مهم جدا بالنسبه للنادي الاهلي في اطار التعداد ودي المباراه المقبله في قبل نهائي كاس مصر اللي هي اكيد مباراه مهمه جدا امام فريق سموحه واللي بيسعى من خلالها اكيد الجهاز الفني واللاعبين لمصالحه الجمهور بعد الاخفاق في البطوله العربيه، وبالتالي ايضا بالنسبه لتركيز هذه المباراه هو عوده بطوله كاس مصر لدولاب بطولات النادي الاهلي بعد غيابه لفترات كبيره. لكن خليني اقول لك بالتحديد ان اكيد في تركيز كبير جدا من قبل الجهاز الفني واللاعبين واللي هيبان خلال التدريبات النهارده واللي هتبتدي بعد طيب هل استقر الجهاز الفني على موعد سفر للاسكندريه يا امير؟ خليني اقول لك ان بكره ان شاء الله هيكون في مران للنادي الاهلي هيكون برضه في تمام الساعه 6:30 مساء، بعديها هيتواجد جهاز الفريق مباشره لمدينه برج العرب بالاسكندريه بالتحديد لاحد الفنادق القريبه من استاد الجيش ببرج العرب اللي هتقام عليه مباراه الاهلي وسموحه، بالتالي الفريق هيتحرك بعد المباراه بعد المران مباشره وهيستعد من خلال 48 ساعه لاداء هذه المباراه من خلال تواجد في مدينه الاسكندريه واللي اكيد هيكون استعدادات قوي، ومن خلال الاستعداد اكيد كابتن حسام البدري هيستقر على التشكيل اللي ممكن يبتدي بيه هذه المباراه، خصوصا ان احنا عارفين حتى الصفقات الجديده مش مسموح لها ان هي تشارك في بطوله كاس مصر بسبب باب قيد لسه ما اتفتحش بالنسبه للصفقات الجديده، لكن هيكون ان شاء الله استعداد قوي بالنسبه للاعبي النادي الاهلي والجهاز الفني، وان شاء الله نتمنى ان هم يكونوا موفقين خلال هذه المباراه ويقدروا من خلالها ان هم ان شاء الله يوصلوا للدور النهائي من بطوله كاس مصر. نعم امير هشام مراسل قناه النادي الاهلي شكرا جزيلا لي، كنت معي عبر الهاتف. وافق حسام البدري المدير الفني للفريق الاول لكره القدم بالنادي الاهلي على سفر احمد حمدي لاعب وسط الفريق الشاب لخوض فتره معايشه بفريق اودانزي الايطالي لمده 10 ايام. وكشف البدري ان حمدي من العناصر الشابه المميزه والتي رفض الاستغناء عنها لاي نادي محلي لا سيما وانه كان يتطلع للاستفاده منه في الموسم الجديد. واشار المدير الفني الى انه وافق على خوض اللاعب لفتره المعايشه باعتباره عرضا جيدا لمستقبل اللاعب وسيستفيد النادي منه ماديا على النحو الامثل. وإلى أخبار اتحاد الكرة، حيث أرسل الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة هاني أبو ريدة خطابا للأندية القسم الأول بشأن تشكيل رابطة الأندية طبقا للمادة 62 من لائحة النظام الأساسي. ويتكون المكتب التنفيذي للرابطة من 5 أعضاء بالانتخاب ترشحهم الأندية من غير أعضاء مجلس إدارتها، وعضوين يرشحهما اتحاد الكرة على أن تجري انتخابات الرابطة
بمقر الاتحاد يوم 27 أغسطس الجاري. أكد إيهاب لهيطة مدير المنتخب الوطني أنه سيتم الإعلان خلال أيام عن موعد بدء معسكر المنتخب استعدادا لمواجهتي أوغندا في تصفيات المونديال. وأكد لهيطة أن الاستعدادات لاستقبال المنتخب في كامبالا عاصمة أوغندا مطمئنة، مشيرا إلى أنه يتواصل يوميا مع السفيرة مي طه خليل سفيرة مصر في أوغندا لمتابعة الأمور الخاصة بالمنتخب كالإقامة وملاعب التدريب. وأضاف أنه سيتم الإعلان عن أسماء اللاعبين المحترفين منتصف الشهر الجاري، فيما يتم الإعلان عن القائمة المحلية قبل هذا الموعد بخمسة أيام. أرسل مسؤول اتحاد الكرة خطابات لأندية الدوري الممتاز يطالبها بتحديد كل فريق لملعبين يستضيف مبارياته في البطولة المقرر انطلاقها في 8 سبتمبر المقبل. وكشف عامر حسين رئيس لجنة المسابقات أنه تم مطالبة كل ناد بإرسال الموافقات الأمنية على الملاعب والتي تستضيف مبارياتهم في الدوري، بحيث يتم اختيار ملعب رئيسي وآخر بديل. في خبر آخر، يرغب عصام عبد الفتاح عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم ورئيس لجنة الحكام في أن يدير المباراة النهائية لكأس مصر طاقم تحكيم مصري حتى لو كان طرفي المباراة هم الأهلي والزمالك. وأوضح عبد الفتاح على ثقته في الحكام المصريين وقدرتهم على إدارة مباراة النهائي، مشددا على أن القرار سيكون من مجلس الإدارة. وتقام مباريات نصف نهائي كأس مصر يومي الثلاثاء والأربعاء، حيث يلتقي الزمالك مع المصري في 8 أغسطس الجاري والأهلي مع سموحة يوم 9 من الشهر ده. تختتم اليوم فعاليات البطولة العربية للأندية والمقامة في مصر منذ 22 يوليو الماضي، حيث يلتقي الترجي الرياضي التونسي مع الفيصلي الأردني على استاد الإسكندرية في 9 بتوقيت القاهرة. ويدير المباراة طاقم تحكيم مصري بقيادة المصري الدولي إبراهيم نور الدين، ويعاونه المغربي رضوان عشيق والمصري أيمن جيش والجزائري مهدي عسير حكما رابعا. جولة في الملاعب العالمية، حيث توج أرسنال والذي يضم بين صفوفه المصري محمد النني بلقب الدرع الخيرية بعد فوزه على تشيلسي 4-1 بركلات الترجيح عقب انتهاء الوقت الأصلي من المباراة والتي جمعت بينهما اليوم الأحد على استاد ويمبلي بالتعادل 1-1. وتقدم تشيلسي بهدف بواسطة النيجيري فيكتور موسيس في الدقيقة 47، ثم تعادل البديل البوسني سياد كولاسيناك لأرسنال في الدقيقة 81، وحصد أرسنال لقب الدرع الخيرية للمرة 15 في تاريخه متساويا مع ليفربول ليقتسم المركز الثاني في قائمة الفرق الأكثر تدويجا بلقب البطولة خلف مانشستر يونايتد والذي توج باللقب 21 مرة في رقم قياسي.
هرب نادي برشلونة الإسباني من ضم الثنائية فيليب كوتينيو لاعب وسط فريق ليفربول الإنجليزي وإنيجو مارتينيز مدافع ريال سوسيداد الإسباني خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية. وحسم برشلونة صفقة كوتينيو لصالحه مقابل 100 مليون يورو، ومن المنتظر أن يعلن عن الصفقة خلال الأيام القليلة المقبلة، كما أخبر جوزيب ماريا بارتوميو رئيس برشلونة مسؤولي سوسيداد برغبته في دفع قيمة الشرط الجزائي في تعاقد مارتينيز مع الفريق الباسكي والمقدر ب 32 مليون يورو لضمه بداية من الصيف الجاري. أكد البرازيلي داني ألفيس بهير أيمن باريس سان جيرمان الفرنسي أن مواطنه نيمار دا سيلفا الوافد الجديد للفريق عاصمة الضوء قادما من برشلونة الإسباني هو من نصحه بالانتقال لصفوف الفارسيين. وقال ألفيس في تصريحات صحفية أن نيمار هو من أقنعه بالانتقال إلى فريق العاصمة الفرنسية، رغم أن انتقال ألفيس سبق وصول نيمار. وأكد ألفيس أنه خلافا لما يظنه الناس أنه قام بإقناع نيمار بالانتقال لباريس سان جيرمان، ولكن الحقيقة أن نيمار هو من أقنعه بالانتقال للنادي الفارسي. أكد الإيطالي ماركو فيراتي لاعب وسط باريس سان جيرمان الفرنسي أنه سعيد في النادي ولا يفكر في الرحيل عن صفوفه في الانتقالات الصيفية الحالية. ويسعى برشلونة الإسباني لضم فيراتي لتعويض رحيل البرازيلي نيمار دا سيلفا لباريس سان جيرمان بعد دفع قيمة الشرط الجزائي في عقده والتي تبلغ 222 مليون يورو. واعترف فيراتي بأنه كانت هناك اتصالات مع برشلونة قبل اتخاذ قرار بقائه في نادي العاصمة الفرنسية، نافيا أن يكون قد تأثر في قراره بانتقال قائد المنتخب البرازيلي لصفوف النادي الفرنسي. والآن إلى متابعة أخبار الأهلي في الصحف والمواقع الإلكترونية. والبداية من الأخبار، الأهلي يجهز نجيب لنصف نهائي كأس مصر. من المساء البدري يعيد حساباته للفوز بكأس مصر. ومن الوفد محمود طاهر في مؤتمر صحفي يؤكد الأهلي لن يلجأ للأولمبية الدولية وقانون الرياضة مليء بالعيوب. ومن المصري اليوم الأهلي يلغي الثمان سنوات ويمنع ترشح الهاربين من التجنيد. ومن الوطن سبورت البدري يستعين بنجوم العالم لتطوير أزارو. من فيتو أحمد حمدي تجربة صلاح والنني في إيطاليا تساعدني على النجاح. ومن يلا كرة فقرة لركلات الترجيح في ميران الأهلي. من دوت مصر لاعب الأهلي يطير إلى إيطاليا لقضاء فترة معايشته. ومن الأهلي دوت كوم الشيخ يرفض عروض الاحتراف ويتمسك بالاستمرار في الأهلي.
من يور سبورت عربية، الأهلي يرسم سيناريو الخطة البديلة للعبور لنهائي كأس مصر. إلى هنا تنتهي نشرة أخبار السادسة من قناة النادي الأهلي. دمتم وفي أمان الله.